هذه الفرصة وأقول لكل قيادات وزارة الداخلية وكل العاملين فيها ضباط وأفراد وجنود كل سنة طيبين بمناسبة أعياد الشرطة، كل سنة طيبين وأنتم بتواجهوا الإرهاب، كل سنة طيبين وأنتم واقفين وسهرانين لحماية أمن وأمان بلادنا مصر، وربنا يوفقكم ويوصلكم إن شاء الله. المرأة والأمومة والطفولة بالتعاون مع التربية والتعليم وإدارة أسر الشهداء ومؤسسة أخرى لينا بنعمل هذه الاحتفالية بعنوان أطفالنا يحتفلون بعيد الشرطة.